قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل ليها أعلنت عن دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة. احنا عايز اقول لك مثلا ان اهالينا في قطاع غزة تعدادهم 2,300,000، عايزين قرابة 300 شاحنة يومية، 300 شاحنة يومية. طبعا مصر مجهزة قوافل من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي، في عدد من الدول بعتت طائرات زي قطر زي باكستان. تعالوا نشوفوا المشهد عن الاستعدادات اللي بتقوم بيها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي على الأرض من رفح. معي على التليفون الأستاذ مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء الخير محمد، أهلا وسهلا. احنا دلوقتي دخلنا دفعة أولى ثم دفعة ثانية من قوافل المساعدات. كلمني عن الاستعداد لدخول قوافل جديدة، كلمني عن المساعدات اللي جاية من عدد من الدول، وانتوا بتنظموها ازاي؟ في الحقيقة احنا يمكن مسؤولين بشكل مباشر عن المساعدات والشاحنات الخاصة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهناك الجزء الآخر من مستوصف المطار العريش لمسؤولية الهلال الأحمر المصري، وبيتم التنسيق مع الجانب الآخر من استلام المساعدات عند أعطانا طول أكبر تسليم الشاحنات اللي موجودة أمام معبر رفح المصري. فده الحقيقة بيتم تنسيقه بين الجهات الأممية والصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق مع الجانب المصري، وبيتم دخول الشاحنات اللي بتطبق على أعدادها بشكل يومي بإذن الله. الشاحنة الواحدة بتحتوي كم طن من المساعدات؟ هي الحقيقة بيبقى فيها مكونات مختلفة، مش فكرة الأطنان فقط من المواد الغذائية، لأن الأولوية حتى الآن في المساعدات الطبية وألبان الأطفال والاحتياجات الإغاثية الضرورية. طبعا طبعا. فساعات بنبقى في كمية موجودة من الأطنان المواد الغذائية داخل السيارة الواحدة أو الشاحنة، ويضاف ليها كميات من المواد الإغاثية أو الدوائية العاجلة اللي محتاجة هناك الهلال الأحمر الفلسطيني. هل المعلبات أغلبها طبعا مواد جافة حتى لا تفسد يعني؟ ده صحيح، كل الاحتياجات الآن هي عبارة عن معلبات ومواد جافة واحتياجات طبية وبعض الأغطية والبطاطين والخيام اللي ممكن يحتاجوها الأسر طبعا اللي نزحت، لأنها عددها بالألاف الآن. فده يمكن الشيء اللي احنا بنستهدفه في كل القوافل أو الشواحن اللي بتدخل بإذن الله. مين اللي بيتولاها من الطرف الفلسطيني هذه المساعدات؟ الحقيقة من الطرف الفلسطيني هو الهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق مع وكالة الأنروا والأمم المتحدة، ودول يمكن الجهات الأممية اللي بتنسق مع الجهات المصرية أو الدولة المصرية بشكل مباشر، وده الحقيقة ما بيكونش دورنا، هو دورنا وصول الحاجة أمام المعبر، لكن تنسيق الدخول هو بيبقى بين الجهات الرسمية المصرية وما بين الأمم المتحدة بكل وكالاتها أو كل المنظمات اللي موجودة داخل قطاع غزة. كل المنظمات. أهالينا في غزة بيشتكوا كمان من نقص حد في المياه، يعني موجود معانا بالفعل كميات كبيرة من المياه، والحقيقة بدأنا الحمد لله ننسق في الشاحنات اللي هتدخل سواء في الساعات القادمة أو على مدار الأيام في استدامة تقديم المساعدات كمية كبيرة من زجاجات المياه والكراتين المياه اللي ممكن تكون بشكل عاجل تنقذ جزء من الأزمة اللي بتحصل داخل قطاع غزة. انتم مقركم دائم وهيستمر فتره طويله عند معبر رفح؟ طبعا احنا مستمرين طبعا، لان الشاحنات اللي موجوده امام المعبر بيدخل طبعا زي ما حضرتك شايف كل يوم عدد بسيط مش عدد كبير، فبنحاول قدر الامكان نفضل مستمرين مع الشاحنات اللي موجوده داخل امام المعبر حتى الانتهاء من دخولها بالكامل. اشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي.